إذا سيداتي أنساتي سادتي طاب أوقاتكم جميعا وعمتم مساء وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على متن صاروخ السعادة. وربنا ما يحرمنا منكم ولا يحرمكم منا. نستقبل معا بكل فخر رجلا من عز الرجال وأجدع خلق الله، هو الكلمة المسموعة والراية المرفوعة، وأكتر واحد بحب أصحابه وزمايله واللي يحب زميله ربنا يديله إلينا وإليكم الفيرست وان النمبر وان الباتشينو العرب معالي القيصر 49% لطفي العبدلي. القوات تتقدم. حلا اصلي يا عبدلي، نعيمه نكير، الاسفلت منور ليه العبدلي ماشي عليه. نعيمه نكير عسلامة عسلامة، ومرحبا بكم في عبدالي شوتايم. مرحبا بكم في عبدالي شوتايم، مرحبا باللي قاعدين يتفرجوا فينا الكل بالببليك المهبول. كباري بانك اهو بايا رجعت معنا، ان شاء الله تنجح في الباك اليوم. بعثت ميساج باش تعرف تنجح في الباك ولا. مرحبا بكم لطفي العبدالي معاكم. نحن فرحانين وميم طون فما كل هكا كل مش حزن، مي حاجه هكا تخلينا، خاطر اليوم باش تكون اخر حلقه عبدلي شو تايم في الموسم الثاني هذايا. باش تتوحشوا ميرسي، باش توحشوا الجمهور هذايا، باش توحشوا استوديو، باش توحشوا جو، باش توحشوا بعضنا، باش نرتاحوا من بعضنا زاد الحقيقة. لكن في هذا الكل نحب نقول ونحب نشكر الناس اللي وقفت معنا، الكل نو سبونسور، لي زارتيست اللي جاونا على عام كامل، الجمهور هذايا والجمهور اللي وقف معنا والناس اللي تفرجت فينا في ديارهم، نو فان الناس اللي شجعوا البرنامج هذايا وامنوا به، ونشكروا التاسعة زادة على المجهودات اللي قاعدة تقوم بهم. دونك اش باش نقول لكم، لكن في هذا الكل انا نحب نقول لكم اللي فرحان بالسيزون هذايا فرحانين بها، الناس اللي تخدم فيها فرحانين بالرسمي، فرحانين باللي زانفيتي اللي جاونا، لي زارتيست لي ستار اللي جاونا اللي حفلوها، لي جوار دو فوت، الناس اللي جاونا الكل. ليميسيون هذيا الاستوديو هذايا باش يسكر في الصيف، مش باش يخدم، لكن باش تخلوه سال دو سبور كيما قلت لكم، باش تخلوه برشا حاجات اخرين، لازم تتحرك الامور. ديسكوتيك في الليل جيبوا دي جي، فهمتي شوالي؟ زاد حسيتو يدخل الكرهب، نجمو اللي عنده كرهب يحب يصلحها، اللي عنده عندنا دياغنوستيك، فهمتني شوالي؟ الكاميراوات بتاع التاسعه ما يساعدونيش، يقعدوا كي سلام قدرة ربي السيف هذا يخدموا عروسات طهورات، فهمتني شوالي؟ يلزم تتحرك الخدمه، فهمتني شوالي؟ وكا هو عندي سيزار ومحمد علي التونسي ومالك ونبيل كبو، معناها زاد باش يخرجوا يصوروا العروسات، باش نخدموا عروسات، باش نخدموا طهورات، باش نخدموا برشا حاجات حفالي. استوديوهات التاسعه كلهم حتى استوديو نوفل وواحد تنجموا تعرسوا فيهم، زاد راهو محلولين كري عرس في الليل وطي الدنيا طهور ولاد، راهو يلزم الدولاب يتحرك، يلزم الحركه، يلزم العباد تخدم. لي ستاند ابر نتاعنا تلقاهم زاد لاهيلكم بالباراسول في البحر، لاهيلكم بالدنيا، فهمتي ولا؟ ما نعرفش لي زانيماتور قاعدين في السيف راكدين ياخذوا في الشاري، لا ينجموا يبيعوك الفريكاسي، ينجموا يبيعوك برشا حاجات، نجم تلقاهم دي زانيماتور، المخرج في اللافاج السنه باش تحطوا لافاج، فهمتي ولا؟ والكرهب زاد اللي جاونا الكل سنة وبعناهم، هذوك كلمنا ماليهم قلنا لهم راهو باش نكريو معاهم عروسات، تنجموا تخبوا معانا نربحوا فيكم في الكرهب كيك، معناها فما دي بروجي بقدرة ربي. ليميسيون هذيا والتاسعة ما تفلسش مادام فما لطفي العبد اللي هنا. فوالا. النجاحات هذيا اللي حققناها الكل والنجاحات اللي تحقق فيها العباد الكل شتية وراها، أنت تشوف بعد ساعات جوار دو فوت ناجح، تشوف بعد ساعات ممثل ناجح، فنان ناجح، تشوف اوم دافير ناجح، تشوف عبد قرا معاك ولا خدم معاك هو نجح وانت قعدت بلوكي في بلاستيك، هذايا الكل وراه فكره واحده، كل شيء مربوط بالطريقه اللي ترى بها الدنيا. ما علاش تخلي الفيزيون تاعك محدوده وقت اللي الدنيا تنجم تمنحك افاق اوسع.
علاش تحسر احلامك وتقيد طموحك وقت اللي بمقدورك تعمل اكثر، تطور من روحك وتخطط بعيد؟ علاش واقف وين انت خايف لا تجرب وقت اللي تنجم تطمح لبعيد وتقدم خطوه بخطوه لين تخلط تحقق اهدافك؟ هذا الكل ممكن، هذا الكل اسهل وقت اللي تلقى رفيق ينصحك في طريقك، تعمل عليه، يشجعك وبنظره جديده ينفعك ويفيدك. هذا الكل ممكن على خاطر كل شيء مربوط بيك. ما لا يعين اغزر الافاق جديده فيغ دي نوفيل بيرسبكتيف. بعد المساج هذايا نحب نقول لكم اللي اليوم الحلقه الاخرى من عبدلي شو تايم، باش نبداوها ببكر بالنعكاشه اللي مخلبزها ومبلبزها، باش تكون بعدنا الفنانه التونسيه اللي عامله سكسي كبير في العراق، الممثله الجميله زهره بن ميم، باش يكونوا عنا جروب متاع راب جديد الكتيبة، وباش يكون بحذانا الجانيونت متاع الكرهبة هذيا، باش تجي تهز كرهبتها كيما وعدناكم، تجي تهز كرهبة في عبدلي شوتاب. اخذوا معانا وباش تشوفوني بعد ساعات في نفس البرنامج، شعري طويل ولا شعري قصير، هذاك على خاطر البرنامج انا هذايا صورته على مرتين، رزقي ونعمل اللي نحب. فاصل ثم نعود.